this is a democratic manifestation of member of Lebanese parliament. We want to speak with the president of the Lebanese parliament and to talk to him for transforming this parliamentary seance to a parliamentary seance to ask who killed Rafiq Hariri in Beirut last week. لن يكون هنالك حوار مع هذه السلطة وأدواتها ورموزها قبل الجلاء الكامل لنتائج التحقيق في الجريمة وتحديد المنفذين لها والمحرضين عليها. بكرة موعدكم موعد استثنائي مع مسيرة الحرية والاستقلال. أطلق النهضة الأولى بالشرق من 200 سنة. وإننا نعاهدهم بأننا سنبقى أوفياء لمسيرة رفيق الحريري ولن نترك الجنات المتآمرين أن يفروا بفعلتهم ولن نتهاون في حقنا بالكشف عن الجنات ومعاقبتهم.